السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباشرة معكم الحلفة من الدار ديال داك اليتيم كما كتشوفوا. ها هي كملت اللي جا هو الدار. صباح صباح هذا النهار. هادو السراجم ديالو الماء والضو داخلين. ها هو دخلنا الماء والضو. نزيدو نكتمو هنايا. الدار راه كاملة تقريبا. هذا الدوش. صورنا الدوش. غنخو. هذا الحوش هنا عاوتاني هنايا كاين كوزينه هي هذه الله يخليك على السيد اللي خلصنا هذه الرخامه هذه الحمد لله الله يخلف على الناس اللي تمس في الضو والماء الصدقه الجاريه ندخلوا لهاد البيوت غادي خصنا دابا غير الفراش هذا البيت هذا هو كامل اونلي هنايا هذا هو البيت ديال واحد والبيت ديال الاخر هنا غادي خصنا دابا المواعين خلصتهم واحد السيده في المانيا اللي تحفل منا خصنا دابا الفراش بغا يسام بالحاف بوساده باي حاجه وخصنا واحد التلفازه هنا واحد البلازما اللي عنده شي بلازما بغا يصدقها ولا وخصنا الدوش هنا تشوفوا شحال كيدير شوفوا نقطين شوفوا شحال كيدير خويا كاين من 80 حتى 130 المهم هنا خصنا نشوفوا هنا على حسب الدوش اللي بغا يسام به المهم دارك تشوفوا راه كملت خصنا هاد البلازما خصنا واحد الطابله عاوتاني طابله ديال طابله كبيره ديال الكراسه كما قلت لكم الاواني المواعين راهم كاينين خلصتهم السيده اللي في المان اللي تقبل منها وواحد السيد عاوتاني معنا السيده اخرى سميت بجوج كوش وواحد السيد وعدني عاوتاني غادي يعطينا واحد جوج الحافات وجوج وسايد المهم اللي بغا يزيد يساهم بالفراش ولا باي حاجه مرحبا والمواعين غادي نجمعوا كلشي باش نفرشوا له الدار ان شاء الله ندير واحد السويديقه هنايا غير الدراري هكا المعلمين اللي ساهموا في هذا الدار هذه كلها تقبل جميع المحسنين ونشكروا الصنايعيه كاملين كل واحد الصباغ الكريفي مزلج تريسيان اي واحد ساهم في الدار هذه البنايه كامل اللي ساهم في الخدمه ديال هذا السيد على هذا اليتيم هذا الدار طلعت له تبارك الله مزيانه ديما اي واحد شاف الفيديو يبارطاجيه لا يجي وماشي ضروري انك تسامي الفلوس تقدر تشري الحوايج وتجي انت راسك قاعد تحطهم هنايا تشوفهم بعينيك وكلش وهذا الشيء اللي نقول لكم خصنا كيما قلت لكم دابا الماين عندنا خصنا غير فراش وشوفوا وتلفازه شي بلازما وواحد الطابله وربعه ديال الكراسي ولا ثلاثه ديال الكراسي هذو هما اللي خصنا والله يتقبل من الجميع والسلام عليكم كما كتشوفوا الدار ها هي تبارك الله ها هما جوج بيوت وكوزينه وهذا ها هو هنا حوش تشوفوه وهنا هذا الدوش ها هو الدوش هنا هذه كوزينه ها هي هذا دخلنا الماء كلش ها هي الدار ها هي دابا تفيناتها هو بالقص ديالها بكلش ها هي الكريفي وكلش الله يتقبل جميع المحسنين اللي ساهموا مع السيد هذا ها هي كما قلت لكم الفراش ولا اللي بغى يجي شي حاجه يجيبها هنا يجي راسه كاع ماشي مشكل خصنا قلت لكم نعاود خصنا واحد التلفازه واحد البلازما حسب راكم عارفين رمضان والاخر وشوفوا ديال الدوش وشي طابله والمواعين راه مخلصاهم ديك السيده اللي في المانيا والماء والضوء ها هما داخلين الله يتقبل منكم المحسنين اللي ساهموا فيه ها الكونتور ديال الضوء ها الكونتور ديال الماء وهادي الدخله ديال الباب ها هي راكو شفتو كي كان يعيش هنايا مقرفص الحمد لله والله يتقبل من الجاليه عاوتاني كما نساوش الخير ديالهم انهم دائما كي يعني دائما كيساهموا معنا في هذه المبادره الخيريه ها هي باش نصورها لكم اخر مره هنا جلسه ها هي ها هي تبارك الله
الله يتقبل. هاي تم ديال الحولية جابها لنا السيد ساهم بها، وما نساوش حتى السيد اللي ساهم معنا عاوتاني بالاخر السراجم ديال الالومنيوم وداكشي الخدمه ديالو والاخر النجار عاوتانيك، المهم كاع الصنايعيه الله يتقبل منهم.